بكبسة واحدة بس كل شخص منا فيه يتعرف ويطلع على كل التكاليف الضريبية والضرائب المتوجبة عليه بوزارة المالية. اليوم مع خدمة ضريبتي من وزارة المالية ومن دون أي عناء أو زيارة للمالية، فيكن بكبسة واحدة بس تعرفوا شو الضرائب يلي عليكم تدفعوها. فيكن بزيارة إلكترونية تفوتوا إلى خدمة ضريبتي من خلال الموبايل آب التابع لوزارة المال، كما يمكن الدخول من خلال موقع المالية www.finance.gov.lb والضغط على زر ضريبتي. بكل سهولة فيكن تعرفوا شو تكاليف ضريبة الأملاك المبنية، شو تكاليف الضريبة المؤسطة، شو تكاليف ضريبة الدخل، شو هي تكاليف الضرائب غير المباشرة، شو هي تكاليف ضريبة الانتقال، وشو تكاليف الضريبة على القيمة المضافة أو TVA. حتى تستفيدوا من خدمة ضريبتي بيكفي أنه تكونوا مسجلين إلكترونياً بوزارة المالية أو تقدموا على طلب يوزر نيم وباسورد من الدائرة المختصة بوزارة المال لأول مرة، ومن بعد الدخول بيصير دايماً من خلال الويب سايت أو الموبايل آب. بعد تسجيل الدخول رح تبين قدامكم صفحة ضريبتي المخصصة لكل مستخدم أو يوزر نيم، ورح تبين كل التكاليف المتوجبة عليكم. تقدروا أيضاً تعرفوا كافة التفاصيل عن كل ضريبة وكيف تم احتسابها حسب سنة التكليف وسنة الإيراد، بالإضافة إلى الغرامات المتوجبة على الضريبة بحال وجدت. وإذا بتكملوا نزول إلى أسفل الشاشة رح تشوفوا جميع الإعلامات يلي بتتضمن معلومات بحال عدم تقديم التصاريح المتوجبة ضمن الفترة المخصصة للتصريح. بكبسة واحدة بس خدمة ضريبتي من وزارة المالية بتخليكم تتعرفوا على كل التكاليف الضريبية المكلفين فيها. بكبسة واحدة بس كل المالية بين إيديك.